السلام عليكم. وعليكم السلام. ازاي؟ الحمد لله. مشتاقة قعدتك؟ تمام. اسمك ايه؟ ليلى. لا ليلى ايه؟ ليلى محمد محمد. عندك كام سنة ليلى؟ عندي 29 سنة. متخرجة من ايه؟ من إدارة أعمال. بقالك كام سنة متخرجة؟ بقالي حوالي 6 سنين. تمام. تفتكري ايه ليلى؟ أو جواكي مامتك قلتي النهاردة ليه؟ هما جابوني النهاردة عشان هما شايفين إن أنا بقعد بتنفذ عليهم كتير، بتعصب عليهم وببقى قاعدة معاهم، بتخانق مع كل الناس يعني. طيب ايه السبب اللي خليكي تتخانقي معاهم أو تعصبي كده؟ عشان هما على طول بيتريقوا عليا، وعلى طول بيفضلوا يتكلموا عني، ودايما بيجيبوا بالذات المصنع بتاعي اتحرق. المصنع ايه؟ انا عندي مصنع سحاب، والمصنع بتاعي اتحرق ومن ساعتها وانا قاعده في البيت، وهم بيتكلموا دايما بيتريقوا عليا، واصحابي في الشغل كانوا برضه بيتريقوا عليا. طيب سؤال، المصنع سحاب ده اللي هو موجود في السماء؟ سحاب اللي احنا بنشوفه في السماء اللي بيجي منين؟ هو ده يعني. هو ده. انت عندك مصنع بيصنع السحاب؟ بقى له قد ايه المصنع ده؟ المصنع ده انا عملته من بعد ما اتخرجت في سنتين. ومن ساعتها والناس يعني الحرق اول ما بنتيه ولا ما بنتيش سنه مثلا واتحرق بعد كده؟ لا بنيته المصنع قعد سنه، وبعد كده عشان في ناس كتير قوي بتحقد عليا وشايفين انا احسن منهم والشغل بتاعي شغال احسن، المصنع بتاعي شغال احسن من مصنعهم، فهم حرقوا المصنع بتاعي. طيب الناس اللي انت سامعاها انهم بيتكلموا عليكي دول، انت شايفاهم قدامك ولا انت مع صوتهم بس؟ لا بسمعهم معاهم بالشباك عندي زي ما انت سامعاني دلوقتي. ولا كانها افكار؟ لا بيزعقوا تحت الشباك. طب لما بيزعقوا انت بتعملي ايه؟ ساعات ممكن ساعات مثلا اخرج بره الاوضه اللي فيها الشباك واقعد في الصاله، بس برضه ممكن اسمع صوتهم. طب مش بتشوفي؟ ساعات بخرج ازعق، ساعات بخرج ازعق في الشباك واقعد اشتمهم. طيب يعني بيردوا عليكي لما انت تشتمي وهما بيردوا عليكي، او انت تبقي شايفه الناس اللي انت بتكلميهم اصلا؟ لا مستخدمين طبعا. طيب ما جاش في دماغك مثلا انت ممكن يكون متهيألك انت سامع الاصوات دي؟ لا بسمعهم. بيبقوا ناس حقيقيه سامع اصوات ناس حقيقيه. طيب وبعد كده ايه اللي حصل؟ يعني بعد ما خلاص المصنع اتحرق تمام والناس بتتكلم عليكي وكده، هل مره مثلا حسيتي ان انت عصام عظيمه ده حصل؟ اللي هو انت كان يعني عملتي حاجه ما حدش عملها غيرك عشان كده؟ ايوه انا عملت المصنع اصلا كانت غريبه وكانت جديده لسه. الناس كلها كانت يعني الناس كلها كانت متغاظه مني، ازاي انت لسه صغيره في السن ده وبتعملي مصنع كده يعني. طيب ليلى مره مثلا فكرتي في حاجه، في افكار معينه كنت هتنفذيها ولقيتيها متباعه على الشريط بتاع التلفزيون يبقى تحت؟ لا ما بيحصلش ده. طيب مثلا كنت بتفكري في فكره ولقيتي حد قدامك بيقول نفس الفكره اللي كنت لسه بتفكري فيها؟ لا ما بيحصلش برضه. طيب حسيتي مره ان في حد عايز يأذيكي غير الناس اللي بتتكلم عليكي؟ في حد عايز يأذيكي؟ لا. طيب انت نفسك فكرتي تأذي حد؟ انت بتقولي في ناس بتتكلم عليكي وحش وكده، فكرتي مره تأذيهم؟ في البيت مثلا لما بيتكلموا عليكي يبقى ايه رد فعلك؟ لا انا ممكن يعني ما بأذيش حد، ما بعملوش يعني مش بضربه مثلا، يعني ممكن اشتمهم مثلا، ممكن اكثر حاجه بس. طيب انت كلتي ايه امبارح؟ يعني هو انا امبارح صحيت متاخر شويه عشان خاطر ما كانش جاي نوم بالليل، وعملياتي كانت 6 الصبح، بس قمت الساعة 1 الظهر تقريبا. انا كان عايزاكي كلت ايه على طول؟ كلت جبنة بلدي. طيب ساعات بتشمي ريحة ومحدش شامها غيرك؟ يعني بتشمي ريحة غريبة؟ لا ما بتحصلش. بتحسي ان في حاجة تهمتك؟ لا ده برضه ما بتحصلش. طيب شميتك الأكل عاملة ازاي؟ يعني باكل عادي، الأكل عادي يعني 3 مرات في اليوم. ونومك؟ بتنامي كام ساعة في اليوم؟ ساعتين أو 3 في اليوم كله؟
يعني ساعات بنام مثلا كويس، بس اكتر الوقت ما بعرفش انام كويس. وتحسسي ان انت يعني تعبانه لدرجه اني لدرجه اني بحب اكون ما تقولي ليه ما بعرفش انام، ما فيش نام اصواتي. طب الاصوات دي مش اي حاجه مسكتها؟ يعني انا كنت عايزه مثلا الاصوات دي تقف بتقف شويه وبعدين ترجع تاني، بترجع تاني. هما لما بزعقلهم بيجوا يمشوا بعد كده بيرجعوا تاني. تمام. لو هما مش بيتكلموا الناس في البيت على طول بيتكلموا عليا بسمعهم. طيب خلاص ماشي يا ليلى، يعني هنشوف كده مع الدكاتره هنتابع حالتك ان شاء الله. تمام. يعني حبيت تستفسر على اي حاجه؟ ماشي. طيب حتى اللي انت فيه دوت مرض نفسي؟ ما فيش شك ان هو ممكن يبقى مرض نفسي؟ لا طبعا. لا انت شايفه ان انت يعني الناس اللي انت بتسمعيها والمصنع اللي اتحرق كل ده كلام فعلا؟ ايوه حصل. خلاص مثلا انا بشكرك قوي.